قصر، قصر حقيقي منحوت داخل جبل سبحان الملك، وفي الداخل هناك غرف وهناك أشياء لم يكتشفوها بعد في الداخل أيضا، مساكن وبيوت ومنحوت ده إيه نحت إيه؟ نعم. يعني معماري عالي جدا جدا، نحت دقيق جدا. نعم. ولاحظ هنا يوجد طبقات لهذه، يعني طابق أرضي، طابق أول، طابق ثاني، طابق ثالث، طابق رابع، وهكذا. نعم. كل هذه البيوت نحتت بدقة مذهلة. نعم. مع العلم أن الصخور الجبل ذات قساوة عالية جدا هنا. آه طبعاً، يعني هنا يحتاج إلى وقت طويل جدا جدا. نعم. جدا من الجهد والنحت. نعم. صح؟ سبحان الله. يعني شايف إن هي سبحان الملك، يعني زي حتى لو هتبنى. نعم. بناء يعني ما يعني تستغرق وقت طويل. لا لا، يعني بالنحت هنا هناك صعوبة في جبل. كيف تمكن الناس، وإيه الآلات اللي استخدموها ممكن يكونوا استخدموها في هذا؟ طبعا يعني كان لديهم حضارات علمية وتطور تقني الحقيقة، مثل الذين بنوا الأهرامات. نعم. يعني استخدموا الكثير من التقنيات والتكنولوجيا المتطورة لبناء هذه المساكن وهذه القصور الضخمة. سبحان الله. هنا يعني دعنا نتساءل الآن، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى مثل هذه البيوت. نعم. فكيف وصفها لنا بدقة في سورة الحجر؟ نعم. هناك سورة كاملة اسمها سورة الحجر. نعم. وتتحدث عن أصحاب الحجر الذين بنوا هذه البيوت. سبحان الملك. قال تبارك وتعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. سبحان الله. سبحان الله. فسبحان الله، يعني وصف دقيق لحقيقة هؤلاء الذين سماهم القرآن بأصحاب الحجر. نعم. وأصحاب الحجر ليسوا في منطقة محدودة، يعني القرآن لم يحدد لنا مكان معين أو زمن معين، هي آية عامة. يمكن أن تكون هناك حضارات كثيرة. نعم. نحتت الجبال ولكن كانت مشركة بالله سبحانه وتعالى فأهلكها الله عز. نعم. وجل، وترك هذه الآيات لنراها اليوم أمامنا تشهد على إعجاز هذا القرآن، تشهد وأنه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وأنه لن يحميك أحد من عذاب الله سبحان الله. هم نحتوا هذه البيوت على أمل أن تحميهم من العواصف والطوفان والأمطار وغير ذلك، ولكن لا حامي من قدر الله. نعم. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الملك.